صباح الفل عليكم او مساء الفل. انا نيفين خليفه، خبيره عقارات ومعتمده في كاليفورنيا. الحقيقه الفيديو ده علشان اشارككم فيه بخبر مهم جدا. الخبر ده الحقيقه يعني انا عارفاه بقالي فتره، بس ما جاتش الفرصه ان انا اسجل فيديو واحكي لكم فيه عن الموضوع ده، ولو ان كنت نزلت بوست على يوتيوب بقالي كده من اسبوعين، بس جايز يكون ما حدش شافه قوي. الخبر ده ان انا استلمت شهاده تقدير من الشركة، Certificate of Achievement باسمي اهو نيفين خليفة، ان انا Top YouTuber، يعني انا اكبر يوتيوبر في الشركة. اولا انا بعتبر الشهادة دي شهادة ليكم انتم، بشكركم جدا 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 من كل قلبي. بشكر الناس اللي متابعاني من زمان، بشكر الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات، بشكر الناس المتابعين المشاهدين والسبسكرايبرز، بشكر جدا الناس اللي بتشير فيديوهاتي، لان طبعا شيرينج ده بيعرف ناس تانية بالقناة وجايز يكونوا محتاجين للخدمات اللي انا بقدمها. بشكر طبعا شركة كودو بانكر. انا ما كنتش يعني ما كانش عندي فكرة اطلاقا ان في حاجة اصلا شهادة بالاسم ده اللي هي توب يوتيوبر. والغريب في الموضوع بقى يعني ان انا استلمت الشهادة دي وانا مسافرة، انا ما كنتش اعرف عنها اي حاجة. كان في حفل التكريم في الشركة، وبعدين استلمها عني مدير الشركة او صاحب الشركة يعني والمديرة استلموها عني، وبعدين لما رجعت قالولي عليها. فكانت الحقيقة مفاجأة يعني في منتهى الجمال، وما كنتش متوقعها اطلاقا. والناس يعني الايجنس بيكلموني وبيقولولي فاكريني عارفة وفاكرين ان انا استلمت السيرتيفيكت اوف اتشيفمنت بتاعتي، بس انا ما استلمتهاش، ما كنتش عارف عنها اصلا حاجة اطلاقا يعني. عايز اقول حاجه بس بالنسبه للقناه بتاعتي، طبعا انا اللي متابعني من زمان عارف انا قناتي متخصصه جدا، يعني انا بعتبر دي شهاده كبيره. ليه؟ بالنسبه لي احنا دلوقتي وصلنا 9000 سبسكرايبر. طبعا بالنسبه للقنوات الثانيه ده ولا حاجه، ده رقم يعني مالوش يعني مش كبير قوي، لكن انا متخصصه يا جماعه، انا بس في الريل استيت، فلا يعتبر ده رقم كويس جدا على فكره بالنسبه للريل استيت. بس انا مش بتكلم في اجتماعيات ولا الاقتصاد ولا في اللايف ستايل، في الحياه في امريكا ما بتكلمش في اي حاجه اللي ممكن تعلي طبعا الناس اللي هم اليوتيوبرز العاديين، يعني ده مجالهم، لكن ده مش مجالي. انا مجالي فقط الريل استيت، الحد عايز يبيع او يشتري عقارات في امريكا فقط، ما بعملش اي حاجة تانية غير كده. فطبعا ده يعتبر اتشيفمنت كويسة جدا. قبل ما ابدأ القناة دي يعني الحقيقة انا عملت ريسيرش شوية اونلاين وعلى يوتيوب بالذات طبعا، وحاولت اشوف لو في اي قنوات تانية بتقدم المحتوى اللي كان في بالي اللي انا كنت عايزة اقدمه، ما لقيتش اي قناة الحقيقة اطلاقا. فلقيت المجال واسع قدامي، والحمد لله بعد كده جالي كمية يعني تقدير الحمد لله رب العالمين، وابريشيشن من ناس كتيرة جدا وعلى واتساب بالمحتوى، لان انا بقدم معلومات الحقيقة يعني الحمد لله مش محدش تاني بيقدمها اطلاقا. يعني حبيت اعمل قناتي من الاول زي ما تقولي انسايكلوبيديا، يعني موسوعة كاملة لأي موضوع. يعني اتكلمنا في الابريزل، اتكلمنا في الانسبكشن، اتكلمنا في الاسعار، اتكلمنا في القروض، في اللونز، اتكلمنا في كل حاجة بتكلم فيها. فانتوا لو رحتوا على البلاي ليست او الفيديوهات هتلاقوا في البلاي ليست يعني طبعا المواضيع اللي هناك اللي احنا بنتكلم عليها، فكل حاجة هتلاقوا فيها كل حاجة. يعني لما حد بيسألني مثلا دلوقتي على موضوع بجيب له الفيديو بالموضوع بتاعه وادهوله بحيث ان هو يذاكره، يعني الفيديو بيعتبر زي درس كده تعليمي علشان يفهم منه الموضوع كله من اوله لحد اخره. فانا حلمي الحقيقة ان انا ودي دعوة الحقيقة بقولها لكم بامانة، دعوة بدعيها دايما ان انا ابقى اكبر يوتيوب شانل، مش بس في امريكا، لا في الميدل ايست كلها، يعني الميدل ايست وامريكا طبعا لان انا بشتغل اصلا هنا، ويهمني ان الناس اللي بتعامل معهم هنا سواء كانوا عرب او امريكان او اي باك جراوند يعرفوا طبعا عن القناة، ولذلك بنزل حاجات بالانجلش. ولو اني يعني الحقيقة مقلة شوية في الانجلش، بس محتاجة ازود شوية الانجلش كمان اكتر من العربي علشان اخدم الجاليات الاخرى اللي موجودة هنا.
فانا حلمي الحقيقه ان انا اوصل ل 100,000 سبسكرايبر، يعني انا بقولها لكم من قلبي، ده 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 حلمي ودي دعوتي، ان ربنا ينجح القناه دي جدا بيكم وليكم. بس احنا دلوقتي وصلنا ل 9,000، فيلا شدوا معايا شويه عشان نوصل ل 20,000. خلينا الاول ناخدها مايلستونز، يعني خطوات كده نوصل ل 20,000، وبعدين بعد كده ان شاء الله ربنا يكرمنا. بس اهم حاجه طبعا انا ما يهمنيش العدد قد ما يهمني عدد الناس اللي انا بخدمها او بساعدها او القناه دي بتساعدهم. يعني في ناس هواه، انا عارفه ده كويس، ان في ناس على القناه عندي مجرد هواه، يعني حابين ان هم يتفرجوا يسمعوا عن الريل استيت، يعرفوا اقتصاد امريكا. ما هو الريل استيت ده عباره عن ايه؟ انت بتتكلم على عقارات بلد، يبقى انت بتتكلم على اقتصاد بلد برضو. فطبعا في ناس هواه في الموضوع تماما اطلاقا، ده ما فيهوش اي حاجه، بالعكس انا سعيده ان انا بقدر اقدم لكم هذه المعلومات اللي بتساعدكم او حاجه ترفيهيه بالنسبه لكم. اتس اوكي، ما عنديش مشكله خالص. ولكن انا متاكده ان في ناس بتدور على ريل استيت ايجنت كويس يتعاملوا معاه علشان يشتروا بيت او يبيعوا بيت، سواء كان في كاليفورنيا او في ولايات تانية. والناس اللي باعوا واشتروا معايا في ولايات تانية عارفين ان انا دايما بريفير ذم لايجنت كويسين بيقدروا ان هم يتعاملوا معاهم، والحمد لله تمت بيعات، سواء حد باع عقارات عنده او اشترى عقارات في ولايات تانية برضو تمت على يعني اتم وجه، وكانوا مبسوطين جدا. فأرجو ان انتوا توصلوا هذه المعلومة وهذا الفيديو لناس كتيرة جدا على قد ما تقدروا، شيرت يا جماعة علشان يوصل للناس اللي محتاجة حد كويس يتعاملوا معه. بشكركم مرة تانية من كل قلبي، وانا عارفة ان انا مقلة الحقيقة، بقالي فترة مقلة في الاعمال ومقلة في الفيديوهات، انا عارفة ده كويس جدا، ولكن هقول لكم السبب الحقيقي. احنا هنا في امريكا في سيلرز ماركت، وانا شرحت الموضوع ده قبل كده، سيلرز ماركت يعني عدد البيوت المعروضة للبيع اقل بكتير جدا جدا من عدد البايرز، فعندنا نقص جامد في مخزون البيوت المعروضة للبيع. تمام، ده بيخليني اغير الماركتنج استراتيجي، يعني استراتيجيات الماركتنج بتاعتي كلها، الاستراتيجيات بتاعتي كلها اتغيرت من السوشيال ميديا والفيديوهات لاستراتيجيز تانية بعملها دلوقتي وكل يوم بعملها. فانا يعني انا مش بشتغل، انا بشتغل بس في استراتيجيات تانية، في ماركتينج بطرق تانية او تقنية تانية زي ما تقولوا يعني، فبشتغل بطريقة تانية. ولكن انا عارفة ان انا لازم احافظ طبعا على الفيديوهات دي واحافظ على المعلومات علشان الناس اللي متابعاني من بلاد تانية مش هتعرف حاجة الا عن طريق الفيديوهات. I fully get it، يعني I understand it. فان شاء الله بإذن الله تعالى ارجع تاني للفيديوهات واسجل لكم على الاقل يعني يا رب كده فيديو في الاسبوع، وبعدين ان شاء الله نبدأ نكتر تاني ونرجع للفيديوهات تانية. بس عموما طبعا ديسمبر داخل، الهوليديز بتاعت امريكا ديسمبر ويناير، في الوقت ده بتكون دايما حركة البيع والشراء عادة بتكون قليلة طبعا، إلا اللي هو مضطر ان هو يبيع في الشهر ده او مضطر ان هو يشتري، لكن غير كده بتبقى الحركة يعني بيحصل فيها دب شوية، ده الطبيعي. وبعدين بقى تاني بنيجي على فبراير الدنيا بتعلى تاني. فاللي متابع معايا الاحصائيات اللي انا بعملها هيشوف طبعا الارقام دي هنزلها وكل حاجة، بس حبيت يعني اشارككم مره تانية السيرتيفيكت اوف اتشيفمنت اللي انا استلمتها، شهاده التقدير من كودو بانكر، وبشكركم يا جماعه جدا جدا من قلبي، وان شاء الله المره الجايه بقى استلم سيرتيفيكت بال100,000 ان شاء الله. طيب يا جماعه ميرسي جدا على مشاهده الحلقه دي، وما تنسوش ان انتوا سبسكرايب وتفعلوا جرس التفعيل علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديده.